أزمة عامة زادتها الأزمة السياسية استفحال، وبلادنا كما عبرت عليه في العديد من المناسبات هي باخرة تهدد بالغرق، ومطلوب من أبنائها أن يوجدوا فيما بينهم توافق لإنقاذها وإيصالها إلى اليابسة. فالحوار تعثر وهو الآن متعثر، وكنت شخصيا أتوقع مثل هذا التعثر، لأن الوصول إلى توافق يفترض أن نشخص بالضبط شنية الأزمة التونسية وأن تكون على نفس الإرادة لحالها. ما زالت الأمور قاعدة تتطور في هذا الاتجاه، لكن ما زالت ما بلغتش المستوى اللي بإمكانه لحل الأزمة. أما إمكانية الحوار سنعمل على إيجاد التوافق. وفما احتمال آخر أنه فشل هذا الحوار الوطني لعله يفتح الأفق لمحاصة حزبية أخرى تطيل المرحلة الانتقالية ولا تعالج الأزمة مطلقا، بل في تقديرنا تزيد من تعقيدها. فبالتالي نحن نعتقد أن المجتمع التونسي ما عندوش خيار سوى إنجاح المسار الذي يرعاه الرومان. فما خوف وخشية أن انتقال السلطة من غير الانتخابات وقبل الانتخابات أن يقع في أيادي قد تستغله لاضطهاد الطرف الآخر. وبالتالي سر العملية هو عملية الثقة. يجب أن نتوافق على شخصية وتشكيلة، في نفس الوقت مش احنا بس نشكلوها لكن لازم نوافقوا عليها، يتوافر فيها رصيد من الثقة متساوي من جانب المعارضة ومن جانب الطرف الحاكم اللي باش يسلم السلطة، بحيث أن العملية باش تكون في خدمة تونس وباش تحقق أهدافها، وهو إيصال تونس إلى مرحلة الاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات شفافة. في غياب الثقة اللي تتركز من الجانبين في شخصية رئيس الحكومة وفي التشكيلة الحكومية، ما فماش انتقال للسلطة، وبالتالي ما فماش حلال للأزمة وفما استفحال للأزمة. لذلك الحزب الجمهوري رأى لأن شخصية السيد أحمد المستيري اللي هي تتوفر على ثقة واحترام كل الأطراف، قادرة باش تكون محط تلك الثقة المتبادلة، خاصة وأن لا أحد يطعن في مصداقية الشخص. اعترض على أساس السن وعلى أساس المقدرة إلى آخره، مانيش باش ندخل في التفاصيل، وإنما لتجاوز هذه الاعتراضات اقترحنا في الحزب الجمهوري أن تقع مساعدته من طرف كاهيتي رئيس، وكل هالمجموعة هذه هي تنال ثقتنا وثقة جميع الأطراف. فكنا نعتقد يوم الاثنين مساء بأن حل الأزمة التونسية في متناول اليد، لكن مع كل أسف اتضح بأن هذه الرؤية يعني ليست متقاسمة من طرف الجميع، وبالتالي تعثر الحوار الوطني وتأجل إن شاء الله مش لمدة طويلة. احنا في الحزب الجمهوري بدينا في عقد اللقاءات مع كافة الفاعلين السياسيين، صار اجتماع اليوم بين قيادة الحزب الجمهوري وقيادة حركة النهضة لتداول الوضع وسبل الخروج. ما خبيش عليكم ما اهتديناش إلى سبل جديدة. عندنا عدد من الاتصالات من غدوة الصباح باش تبدأ مع العديد من الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، وحتى بعض الأحزاب اللي عندها وجود سياسي عريق من نوع حزب العمل الوطني الديمقراطي أو الحزب الاشتراكي القدسي محمد الكيلي وغيره من الأحزاب. إذن وسنلتقي بالرباعي بالسيد حسين العباسي بالذات للبحث في مخرج لهذه الأزمة.